كنت اود ان اللقاء ده ما ينتهيش ابدا. إيه القعده في وسط الناس ديت زي الواحد ما يكون بيشحن بكل طاقته، رضي الله عنهم وارضاهم دائما وابدا، وتفضل علينا ربنا بمعرفتهم، ربنا يديمهم علينا نعمه في حياتنا. احب اكرر تاني بعتذر لكل الناس اللي بتتواصل معايا على تليفون مركز آل البيت، ان شاء الله من يوم الاحد هنكون جاهزين لاستقبالكم كلكم والتواصل معكم جميعا. وعندي رسالة مهمة جدا 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 من أهلي وأحبابي في الشرابية، كلهم كبار عائلات الشرابية يؤيدون ويبايعون، وأؤيد معهم بشدة الدكتور محمد الجندي، رمز التاج رقم 3. وأحب أبشرك من هنا دكتور إن شاء الله فوز ساحق، لأنك تستحق وإنت من أهل الله. هنروح الفاصل دوت ونرجع تاني إن شاء الله. معانا حكايه من حكايات الخير اللي موجوده في مدينه 6 اكتوبر، اللي انا من دوري لازم احط الضوء عليها. في 2 من الدكاتره قرروا ان هم يرفعوا سقف المجال الطبي في مدينه 6 اكتوبر. اتفقوا ان هم يعملوا صرح عملاق بمعنى كل كلمه، صرح فيه جميع الاجهزه الحديثه، احدث وسائل للكشف واحدث وسائل للعلاج. صرح يضم قاده وقامات كثيرة جدا في عالم الطب، وهو عيادات الحصري. معايا تقرير يستحق ان احنا انا قررت ان اروح اعمل التقرير دوت عشان ده يضيف لي، ودي صحابه والقائمين عليه من اهل لا اله الا الله في الارض. ناس اجتمعوا ان يرفعوا سقف المجال الطبي في مدينة 6 اكتوبر، يعملوا عملية تساوي ما بين الطبقات. اهم حاجة ان المريض في مدينة 6 اكتوبر ما يشغلش باله لو اتصاب بأي حاجة مهما كانت تكون. القامات اللي موجودة والكفاءات اللي موجودة قادرين ان هم يتعاملوا مع كافة الأشياء، الأجهزة جوه والاستقبال مجهز على استقبال جميع الحالات وفي أي وقت. دي حكاية عيادات الحصري كلينيك. دي عيادات من وجهة نظري ده مشروع خيري. هسيبكم تتفرجوا على التقرير، وإن شاء الله بإذن المولى ما تنسانوش من دعائكم، وإن شاء الله بإذن المولى نتقابل الحلقة الجاية وتكون حلقة شيقة جدا جدا جدا، وكل سنة وأنتم طيبين. هسيبكم مع التقرير. أعزائي مشاهدين برنامج كلمة السر، زي ما عودناكم دايما إن احنا دايما نمتلك نقطة من آخر السطر. النهاردة معانا حكاية جديدة تذاع صيتها في مدينة 6 أكتوبر، حكاية للخير، وهي حكاية عيادات الحصري كلينيك. ده يا جماعة صرح طبي مجهز على أعلى مستوى، بيمتلكوا أفضل الأجهزة العلاجية وأفضل وسائل العلاج، ورغم ذلك قيمة الكشف بتاعتهم منعدمة تماما أو شبه أنه هو الصرح خيري. يمتلك جميع التخصصات. تعالوا بينا نعرف إيه هي حكاية الخير في مدينة 6 أكتوبر مع عيادات الحصري كلينيك. النهارده معايا أيقونة الخير الأولى في مدينة 6 أكتوبر، رجل الخير صاحب حكاية الخير اللي زي ما قلنا الحكاية اللي اتذاع صيتها في مدينة 6 أكتوبر وجميع المحافظات المجاورة، القائم والمدير على الصرح الطبي العملاق الخيري عيادات الحصري كلينيك. معانا الأستاذ الدكتور جهاد طعيمة، أستاذ الاقتصاد بكلية مصر للعلوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أحمد بيك، أخبار سيادتك يا باشا؟ انا مبسوط وفخور جدا اني النهارده متواجد مع حضرتك، وده شرف لي انا شخصيا. يا باشا ربنا يخليك، انت يعني صرح اعلامي، يعني احنا شرف لينا ان نكون متعامل معاك. يعني الله يرضى عليك يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وصحبه وسلم. حضرتك بالصحه والسلامه، وسكان اكتوبر كلهم ربنا يعود عليهم بخير وسعاده ان شاء الله. احكي لنا دكتور عن حكايه الصرح الخيري اللي حضرتك بسببه اكيد الحاصل الاكبر على دعوات كل الناس المستفيدين من هذا الصرح الخيري. احكي لنا الحكايه دي جت لحضرتك ازاي ونفذتها ازاي. والله احنا يعني مجموعه مع بعض كان هدف لينا ان احنا نأدي خدمه طبيه مميزه امنه
لسكان اكتوبر، هما كانوا متعودين عليها الفتره اللي فاتت، وبعدين فجاه اتقطعت هذه الخدمه، فحبينا نعيدها بشكل مميز وشكل شيق للناس وشكل فيه خدمه طبيه امنه. الناس كلها اللي بتيجي هنا يعني بذهوله ان انت بتاخد هذه الخدمه بتكلفتها. انا شايف ان تكلفتها يعني الناس كلها اللي معانا راضيه بها، وفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل مجهود الساده الزملاء اللي معانا، كلهم عايزين يساهموا وعايزين يشتغلوا، محدش اتكلم خالص في موضوع الماديات، بالعكس الناس كلها كانت مضحيه. عندنا استشاريين على اعلى مستوى، عندنا اكتر من 80 استشاري موجودين عندنا هنا في المركز، عندنا تقريبا 25 اخصائي بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهوداتهم معانا قدرنا نأدي خدمه مميزه توصل لاكبر قدر جدا للناس، والحمد لله عاملين سمعه كويسه جدا، وقدرنا ان احنا نقوم بيها وننجح بيها، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نشتغل بيها شغل عالي جدا يعني الحمد لله. انتم اكيد معاكم المدد والامداد من رب العالمين، وانتم لا تضاموا في الارض، لان انتم من خدام لا اله الا الله في الارض. وهكررها تاني النهارده يا جماعه، انا النهارده اقدر اقول ان انا بقيت مشهور بوجودي مع الدكتور جهاد طعيمه، الرجل الخير الاول في مدينه 6 اكتوبر، وده شيء يشرف اي شخص على مستوى الجمهوريه كلها انه يقعد مع شخصيه ذو قيمه وقامه، وشخصيه بتراعي ربنا في شغلها، واهم حاجه في جمهوريه مصر العربيه هي الصحه، وان دول ناس قائمين على الصحه ان هم يقدروا يوصلوها لنا بافضل الاتمان او بافضل سعر للكشف. واطالب اي شخص ان هو بيشوفنا او في مدينه 6 اكتوبر يعمل زياره لبيت الخير الاول، هي عيادات الحصري في مدينه 6 اكتوبر. بشكرك جدا يا دكتور جهاد، وبدعو الله العلي العظيم ان يكلل مجهوداتك الرائعه ديت، ودايما هنكون معاك بقلوبنا وبايدينا وبكاميراتنا، معاك في اي حاجه تدعمك في الله. وانا سعيد جدا واكرر تاني، انا النهارده بقيت مشهور بقعدتي معاك ولقائي الشيق ده مع حضرتك، وربنا يديمك نعمه في مدينه 6 اكتوبر. معانا دلوقتي الاستاذ الدكتور يوسف صالح حسن، استاذ جراحه التجميل ووكيل كليه الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعه اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكوا، اهلا بالقناه، مشرفينا منورينا. اهلا بحضرتك، انا سعيد النهارده اكون موجود مع حضرتك في حدث عظيم هو مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وسعيد ان اكون متواجد مع حضرتك. اهلا بيكوا تاني مره برضو، مناسبه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دي مناسبه جميله جدا، وجودكم في صرح طبي خيري مناسبه اجمل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. بمناسبه الصرح الطبي الخيري، حضرتك ممكن تدينا نبذه مختصره عنه، وازاي هو صرح طبي عالمي يحمل كفاءات عاليه جدا ورغم ذلك ان كشفه 50 جنيه؟ ولا هي مش مساله الكشف، الاطباء انت عارف المهنه الطبيه هي مهنه انسانيه بالدرجه الاولى. الحاجه الثانيه ان الاساتذه القائمين على المكان احنا بنشترط جوده الخدمه، وفي نفس الوقت ان احنا بنراعي اهالينا واخواتنا واولادنا من الشعب المصري انه يقدم لي خدمه طبيه متميزه باسعار يعني الحمد لله في المتناول. اعتقد دي رساله طبيه المفروض ان احنا نقوم بها اولا كاساتذه في الجامعه، ثانيا كاطباء ان احنا نحمل عن كاهل الدوله كتير من الخدمات الطبيه. الدوله انت عارف بتعمل مبادرات لصحه المصريين، فالاطباء لازم يكون في جزء منهم زي ما قلت لك انساني لمساعده اهالينا اللي احنا منهم، لان ياخدوا خدمه كويسه بما يحفظ الناس كرامتهم طبعا متميزه وبرضه بسعر قليل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعينكم يا دكتور. وانا اعرف ان الصرح الطبي ده بيخدم حوالي 4 مليون بني ادم على في حدود محافظه الجيزه كلها. احنا كان فكره الانشاء مع الدكتور جهاد المشرف على المكان والدكتور سعيد المدير الطبي ان احنا نجذب كفاءات كويسه في جميع التخصصات. الحاجة التانية ان احنا عندنا شفتات، يعني اللي هنا المجمع ما بيقفش لغاية الساعة 10 بالليل من الصباح، يعني بيناسب الناس اللي ملهاش اعمال الصبح تيجي تكشف، بيناسب الناس الموظفين اللي بعد ما تخلص بتكشف. في زي ما انت شايف معمل على اعلى مستوى، عيادات اسنان، عيادات قلب، عيادات جراحة تجميل، جراحة عظام، جراحة عامة، رمد، بطنة، اشعة تلفزيونية، كل الخدمات الطبية اللي بيقول عليه الاوت بيشنت، يعني الحاجات اللي يحتاجها المريض ككشف موجوده ان شاء الله، ويعني على ايد ناس ممتازين ان شاء الله. انا سعيد يا دكتور وفخور ان اكون متواجد مع حضرتك النهارده، وده ينضاف لصفحتي العمليه. وممكن حضرتك توجه كلمه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان دايما بيقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق،
واحنا محتاجين ان احنا نبعث الكلام ده في الشعب المصري كله، ان لازم تكون على خلق عظيم زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ومعانا النهارده الاستاذه الدكتوره اماني محمود، اخصائيه النساء والتوليد واخصائيه اشعه السونار واشعه رباعيه الابعاد بوحده طب الجنين جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيك. انا سعيد اني موجود النهارده مع حضرتك في يوم زي يوم عظيم، يوم مولد النبي الشريف. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب بالصحه والسلامه والامه العربيه كلها بخير وصحه وسلامه يا رب. انا في الصرح عيادات الحصر الصرح العظيم ده، انا مذهول ان مثلا انا قاعد دلوقتي مع قيمه وقامه وكفاءه عاليه جدا في النساء والتوليد، فايه دوافع حضرتك انك تكوني موجوده في صرح اعلامي خيري زي ده؟ والله هو حضرتك مكان زي الحصري دوت المفروض يبقى موجود منه في كل مكان في مصر بصراحة. أنا مش شايفة أنه يبقى موجود بس في أكتوبر، أنا شايفة أنه هو في كل مكان في مصر لازم يكون في حاجة زي كده. اتبسطنا جدا، أنت عارف أن احنا كلنا دلوقتي عياداتنا الخاصة أسعارها يعني مش هتكلم يعني، بس احنا حابين أن احنا كلنا نقدم خدمة طبية مميزة بأسعار رمزية زي الأسعار اللي موجودة في مركز الحصري. ودوت حاجة أعتقد أن ما فيش حد من دكاترة خالص يرفض حاجة زي كده، بالعكس أنا لما جيت هنا كمان لقيت ناس زي ما حضرتك قلت كده قامات عالية جدا وناس عظيمة فعلا بمعنى الكلمة في التخصص وفي القامة العلمية، يشتغلوا مع كل الناس وبيقدموا خدمة طبية مميزة. إيه لو إن شاء الله ربنا كرمنا وتكرر لقائنا تاني السنة الجاية، تكون حضرتك فين في صرح الحصر العملاق؟ والله يعني تتمني اتمنى يكون مش مقتصر بس على العيادات، اتمنى ان هو كمان يكون في جزء عمليات عشان يوفر برضو زي ما بيوفر الكشف والاشعه والتحاليل وحاجات كتير زي كل التخصصات اللي في الطب موجوده فعلا في المسجد. انا عايزاه كمان يبقى بيقدم خدمه طبيه جراحيه عشان ما فيش حد يبقى محتاج حاجه وما يلاقيهاش، عشان حضرتك شايف زي ما حصل كده في كورونا خلت اثرت على الاقتصاد في مصر بشكل كبير، ومش في مصر بس في كل دول العالم يعني. فاحنا حابين ان احنا كلنا كدوله نتكاتف مع بعض وان احنا نشجع بعض زي ما بنشوف كده السيد الرئيس السيسي بيعمل لنا حاجات كتيره جدا وبيحاول ان مصر تقوم وبيشدنا للامام، فياريت كلنا نشجع بعض ان احنا نعمل حاجه مميزه زي دي يعني. في يوم مولد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تحبي تهدي ايه لسيدنا النبي؟ أبي أنت وأمي يا رسول الله، وأجمل منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، بما أن احنا بقى نساء وتوليد. صلى الله عليه وصحبه وسلم. أنا سعيد وفخور أني كنت مع حضرتك النهاردة. ميرسي لحضرتك، شكرا ليك ولأسرة البرنامج كلها. شكرا جزيلا. معنا النهاردة الأستاذ الدكتور عبد المنعم ناصف، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وعلاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية وعلاج اضطرابات السمع والطنين وعدم الاتزان. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك وشرفتنا ونورتنا في مركز الحصري بستة اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، انا سعيد وفخور ان اكون موجود معاك النهارده في يوم المولد النبوي الشريف. انتم بالصحه والسلامه، وان هنا الامه الاسلاميه بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق، نبوه الرحمه، ونهتدي بهديه في الطب النبوي ان شاء الله. هنا دكتور شفت حاله جامده جدا وحاله جميله جدا من وجود اطباء على اعلى مستوى، ومنهم حضرتك طبعا اسم زي الذهب في عالم الانف والاذن والحنجره. فقولي عن دوافع حضرتك انك تبقى متواجد، انك تتخلى عن عيادتك ذات الفيزيتا العاليه وتبقى متواجد في الصرح دوت ذات الكشف الرمزي. جينا هنا ان شاء الله نقدم خبراتنا الطويله لرفع الكفاءه الطبيه لجميع طوائف الشعب، ونؤدي واجبنا لنرفع الكفاءه الطبيه كدورنا كجنود ابيض اطباء مثل جهود رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء في رفع حاله المواطن والحاله الصحيه له. تقول حضرتك ايه بكلمة لسيدنا النبي بمناسبة المولد بتاعه عليه الصلاة والسلام؟ نقتدي بأثره عليه الصلاة والسلام، ونقتدي بهديه وبالطب النبوي له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك النهاردة دكتور، وده فخر ينضاف لتاريخي قعدتي مع حضرتك ومقابلتي ليك النهاردة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. ونحب نشكر كل أهل مصر، ونشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وعلى أن احنا هنا بنأدي واجبنا ولازم نخدم جميع طوائف الشعب. معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور محمد رجب البنا، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا في هذا اليوم العظيم. كل سنة وحضراتكم طيبين.
كل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه مولد سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وانا سعيد ان اكون متواجد مع حضرتك النهارده. ده من حسن الطالع ان انتم نورتونا في هذا اليوم العظيم اللي ولد فيه خير الكائنات على الاطلاق، نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير، وعلى الامه الاسلاميه والامه العربيه والعالم اجمع بهذا اليوم العظيم الكريم اللي ربنا امتن عليه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يعطينا من بركاته وكرماته. عايز أعرف حكاية حضرتك إيه مع صرح الحصر العملاق؟ والله زي ما حضرتك ابتدأت كده أستاذنا، هو القائمين على المكان فكروا إن هم يعملوا حاجة خيرية تخدم قطاع كبير جدا 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 من الناس بسعر أو أجر رمزي غير مبالغ فيه بالمرة، عشان للمستطيع وغير المستطيع، بحيث ان هو يقدم خدمة طبية عالية الجودة بثمن زهيد جدا جدا جدا، عشان اللي يقدر يستطيع او اللي ما يقدرش ينورنا برضه ان شاء الله. فالناس فكرت انها تعمل حاجة كويسة، حاجة اقتصادية جدا جدا جدا، تراعي ظروف الحالة الاقتصادية للناس والبلد. وهذا يعني ينبثق عنه ان احنا بنقول بين برضو كل واحد في ميدانه، كل واحد في كل زي الشرطي في 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 في, في مكانه، زي الضابط في الجيش او العسكري او القائد في الجيش، زي اي حد في الوزاره في رئاسه الوزاره، فكل واحد فينا مجند لخدمه هذه البلد بالصوره اللي ربنا قدره عليها. فاحنا كصرح صحه ومعتنين بالصحه. فهل في اي شيء ناقص حضرتك ممكن يعني معقر صف ومزاجكم هنا؟ والله حضرتك احنا كعيادات الحمد لله رب العالمين العيادات مجهزه بافضل ما يكون، لكن احنا ينقصنا الجراحات. المريض طبعا بنكشف عليه، في مرضى طبعا بيحتاجوا جراحات، مثلا على مستوى انا كراجل عيون يعني كتخصص عيون، واحد عنده ميه بيضاء، واحد عنده مشكله في الشبكيه، واحد عنده مشكله في القرنيه، فدي كلها جراحات. حاول عنده ارتخاء في الجفن، اي عنده عمليه تجميليه في العين. فاحنا الجزء الجراحي مش متوفر عندنا خالص. نأمل من الله عز وجل ومن السادة المسؤولين ومن البلد الكريمة ومن سيادة الرئيس رئيس الجمهورية والقائمين على وزارة الصحة ان هم يساعدونا شوية. احنا والله بنقدم خدمة طبية تعتبر يعني مجانية مش بفلوس خالص، بس املنا ان احنا نكمل الخدمة الطبية دي بتاعتنا، بحيث المريض يجي هنا عندنا ياخد كل الخدمة مستوفاة. فاحنا اللي ينقصنا دلوقتي الشق الجراحي، عاوزين نجهز حاجة جراحية بحيث ان احنا نبدأ نشتغل جراحات هنا، بدل ما بنقول العين انت عندك كذا، طب هو العين جاء وكشف وعرف انه عنده كذا، عاوزين نخدمه نكمل خدمتنا معه، بحيث ان مثلا نعمل له الحاجة الجراحية بتاخده كمان، يبقى المريض دخل وخد الخدمة كاملة ان شاء الله. ان شاء الله دكتور من مكاننا ومن منبرنا يكون صوت حضرتك مسموع، وان شاء الله نتكاتف ونقف كلنا وراء هذا المركز والصرح الخيري لوجه الله تعالى، ان السادة المسؤولين والقائمين عليه يساعدوكم ان يكون في هنا جراحاته باذن الله. واقول حضرتك تهدي ايه لسيدنا النبي في يوم مولده؟ اقول بيت شعر يحضرني دلوقتي: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا أدب، صلى الله عليه وآله وسلم. معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور سمية سعيد عبد الغفار، أخصائي أمراض الكلى والبطنة والسكر بمستشفى التأمين الصحي لمدينة نصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. سعيد ان اكون متواجد مع حضرتك النهارده في يوم المولد النبي الشريف صلى الله عليه وصحبه وسلم. كل سنه وحضرتك طيب. صلى الله عليه وسلم. حضرتك طيب وبخير ان شاء الله يا فندم. دكتور انا حكايتك ايه مع عيادات الحصري كلينيك؟ عيادات الحصري كلينيك التخصصيه اللي موجوده هنا في الحصري بفكره بسيطه، دي فكره قامت عند الدكتور سعيد الجزار والدكتور جهاد طعمه، ان احنا نوصل الخدمه الطبيه بالنسبه لاهالي 6 اكتوبر والجيزه وان شاء الله تعم مصر كلها بتكلفة بسيطة في إمكانيات المواطن الفقير أو الغلبان أو على قد حاله زي ما احنا بنقول، بمبلغ رسم رمزي قيمته 50 جنيه. يعني احنا عندنا الكشف بالنسبة للبطنة، الكشف بالسونار ب50 جنيه. تحب تهدي إيه لسيدنا النبي في يوم مولده؟ خلقتم مبرأ من كل عيب، كأنما جئت إلى الدنيا كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. ألف صلى عليه وأزكى السلام. معنا دلوقتي الاستاذه ايات حسن، اخصائيه علوم طبيه قسم اشعه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا مبسوط اني موجود مع حضرتك النهارده في يوم مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، وربنا يعود على الامه الاسلاميه كلها بالف خير. احنا دلوقتي متواجدين معاك في قسم الاشعه، احكي لنا في اجازه كده ايه حكايه قسم الاشعه في عيادات الحصري كده؟ احنا بفضل الله بنستخدم افضل الاجهزه باعلى الكفاءات، والسعر الرمزي على قد المواطن،
ودكتور سعيد ودكتور جهاد القائمين على هذا المشروع. وده دورنا كدور اي حد في البلد ان احنا بنحاول نرفع المستوى الطبي زي دور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة، واحنا يعني على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نرفع من مستوى الطب ان شاء الله. يعني تهدي كلمة ايه سيدنا النبي في يوم مولده؟ وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتدرة، صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي لكل هول من الاهوال مقتحم. انا سعيد ان كنت معايا النهارده، شكرا جزيلا. نعم. معانا دلوقتي الاستاذ الدكتور عبد الرحيم علي، اخصائي امراض المخ والاعصاب وامراض الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك فهم. انا سعيد اني متواجد مع حضرتك النهارده في يوم مولد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك الصحه والسلامه والامه الاسلاميه جميعا بصحه وخير وسعاده ان شاء الله. يا ريت يا دكتور بوجهك السمح دوت تحكي لنا النهارده ايه دور حضرتك في الصرح العملاق الخيري ده؟ والله دوري زي دور بقيه الاطباء اللي هم افضل مني، يعني ان احنا عندنا هنا في يعني عيادات الحصري كلينيك التخصصيه في استشاريين وفي اخصائيين، كلنا اتجمعنا بهدف واحد ان احنا نخدم منطقه 6 اكتوبر والمحيطين بيها في كافه التخصصات، ونامل فيما بعد ان يبقى في يخش لنا الموضوع الجراحات بصفه عامه يعني. ونرجو من يعني ان الساده اللي هم القائمين على المشروع الضخم ده ان هم يدخلوا التخصصات الجراحيه. طبعا الموضوع اتسع لدرجه ان هو دخل في جيلنا ناس من بني سويف، احيانا ناس من الفيوم، فنامل الموضوع يتسع اكبر من كده ان شاء الله، ونبقى على يعني على قدر من المسؤوليه باذن الله 400. باذن المولى عز وجل، وطول ما في اشخاص زي حضرتك ويمتلكوا هذا الوجه السمح ان شاء الله ربنا يعلي مراتبكم ويكلل مجهوداتكم بنجاح. تقول ايه لسيدنا النبي في يوم مولده؟ والله يعني نامل ان احنا نبقى على قدر المسؤوليه، وان احنا نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، ونكون ادينا جزء من اللي هو كان بيخدم به الامه لما كان عايش عليه الصلاه والسلام، ونبقى ماشيين على الدرب اللي كان ماشي عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخطوه بخطوه، وننشر الرساله بتاعته على في جميع انحاء العالم. ومعنا دلوقتي الاستاذ الدكتور محمد عادل، اخصائي امراض النساء والولاده واخصائي امراض تاخر الانجاب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، منورنا ومشرفنا جميعا كده هوت، ويا رب نعيد الايام علينا دايما بليه بالخير والسعاده ان شاء الله. اللهم امين يا رب. كل سنه وحضرتك طيب، وانا مبسوط ان اكون موجود معاك النهارده في يوم مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنه وحضرتك. كل سنه وانتم طيبين ومشرفنا دايما بوجودكم، واحنا سعداء بوجودكم الحمد لله النهارده. ونقول كل سنه طيبا لجميع المشاهدين والامه الاسلاميه، يا رب دايما بخير وبسعاده وبرخاء كده دايما باذن الله. اللهم امين يا رب، اللهم امين. احكي لنا دكتور عن دورك العظيم في هذا الصرح العظيم. هو بسم الله ما شاء الله، هو فعلا يعتبر نقدر نقول ان احنا صرح عظيم جدا، لانه بسم الله ما شاء الله كان بدايته كان في شهر يناير الاقتصادي، وانا كنت حاضر البدايات من اولها. احنا بسم الله ما شاء الله في شهر هو 10، حاجه عظيمه جدا يعني. طبعا الشكر الفاضل والاخ الكبير اللي هو الدكتور جهاد والدكتور سعيد الجزار، قائمين بحاجه فوق منتهى الروعه على هذا العمل الجميل جدا، بحيث انهم موفرين كل الادوات واحدث طرق الكشف والاساليب كلها ممتازه، وموفرين الحمد لله كل التخصصات الطبيه، بحيث ان احنا نقدم افضل خدمه طبيه للمواطن، وكل ده بسم الله ما شاء الله باسعار رمزيه جدا، حاجة يعني فاخرة الصراحة. تهدي إيه لسيدنا النبي في يوم مولده؟ عليه الصلاة أفضل السلام طبعا، طبعا ألا تنصروه فقد نصره الله، يعني في الظروف اللي احنا فيها طبعا يعني يا رب كده دايما، ويا رب تتعادل الأيام دي بإذن الله خير دايما على علينا وعلى الأمة الإسلامية بإذن الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سعيد إن كنت مع حضرتك النهاردة يا دكتور، وإن شاء الله أشوفك في كل المراحل المتقدمة بالنجاح إن شاء الله. معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور أشرف هاشم، أخصائي طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة وعضو اتحاد الأطباء العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا حضرتك أنت والقناة، قناة الصحة والجمال، ونشكر زيارتكم الموفقة لهذا المكان وهذا الصرح الطبي. أولا الاستمرارية، فعيادات الحصري مستمرة بالعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 360 يوم في السنة، فهذه الاستمرارية خلقت نضج وثقة لدى المريض. ومن جانب آخر أصبحت كذلك الطبقة المترفة تجد بأن هذا المركز يقدم خدمة عالية الكفاءة بأسعار قليلة، وبالتالي يصبح في هنالك توفير الأموال والوقت والمجهود. معنا الدكتور طه اسماعيل، أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بيكم، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة على الأمة الإسلامية أجمع إن شاء الله.
أحب أعرف رسالة حضرتك يا دكتور في هذا الصرح الطبي. والله عندما اجتمع دكتور سعيد ودكتور جهاد واجتمعوا على فكرة إنشاء هذا الصرح الطبي واجتمعوا بنخبة بالأطباء في كافة التخصصات الطبية، كان الهدف الأساسي من هذا الصرح هو إقامة وتقديم خدمة طبية قد تتساوى في الكفاءة والجودة مع الأماكن الخاصة والأماكن الاستثمارية في المحافظة، محافظة الجيزة ومنطقة 6 أكتوبر وما حولها، ولكن تقدم بخدمة رمزية لكي يجعل في مساواة في تقديم الخدمة الطبية ما بين ذو محدود الدخل ومعدوم الدخل وبين الطبقات العليا في المجتمع، كمساهمة من النخبة من الأطباء والمركز عيادات الحصري في المساهمة الطبية في المجتمع وتقليل العبء على المواطن المصري. تهدي إيه لسيدنا النبي يوم مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ولو كره الكافرون. معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور ناصر جمال عبد الناصر، استشاري أنف وأذن وحنجرة جامعة القاهرة ومعيد بجامعة 6 أكتوبر. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك يا فندم نورت المكان. نور حضرتك، انا سعيد ان اكون موجود معاك في يوم مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم، الامه المصريه كلها بخير والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. احب اعرف دور حضرتك ورسالتك في الصرح الخيري العملاق اللي منور مدينه 6 اكتوبر. والله احنا الفكره بدات كان عباره عن ايه، كان حلم صغير واتجمعنا احنا مجموعه اطباء مع بعض، والفكره اتطورت لعمل والعمل بدا ايه كبر. الصرح الطبي الكبير ده ان احنا بنقدم خدمه طبيه متميزه وباسعار، يعني حضرتك وتسال اسعار، اسعار مخفضه جدا جدا تناسب جميع الطبقات في مصر وفي 6 اكتوبر بالذات، نظرا طبعا ان احنا مستشفيات في 6 اكتوبر كلها مكلفه جدا 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 على المواطن، واحنا طبعا ايه بدعمنا للمواطنين هنا وبوقوف طبعا وزاره الصحه معانا وتوجيهات سياده الرئيس لينا ان احنا لازم ننهض بالصحه في مصر. تحب تهدي ايه لسيدنا النبي في يوم مولده؟ علي افضل الصلاه وازكى التسليم. طبعا احنا طبعا ده سيدنا النبي طبعا احسن حاجه هو الصلاه والنبي عليه، وربنا يكرم الامه المصريه كلها والامه الاسلاميه، وكل سنه وحضراتكم طيبين. معانا دلوقتي الاستاذ الدكتور عمر عبد الفتاح ناجي، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب من جامعه الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب والامه الاسلاميه بخير في كل زمان وفي كل مكان، وبعوده الايام علينا سنين عديده وازمنه مديده باذن الله. وحضرك طيب وبالف خير بمناسبه المولد النبوي الشريف. أحب أستفسر من حضرتك إيه هو هدف حضرتك أو رسالتك في انضمامك لصرح عيادات الحصري الطبي الخيري؟ أولا أنا لي الشرف أن أنا منحت درجة الدكتوراه في النساء والتوليد من جامعة الأزهر، وزي ما تعلمنا من أساتذتنا أن دايما بتحط العيان في المقام الأول قبل أي شيء. والحقيقة النهاردة مع المجموعة اللي موجودة هنا في الحصري اكتشفت أن الناس شايفة العيان نمرة واحد بصرف النظر عن التكلفة أو المادة، ومن اللي انا شفته هنا احنا بنقدر نقدم خدمه مميزه للمريض بسعر رمزي، وبنقدر نعمل له العمليات بسعر رمزي بالنسبه للعيان المقتدر بره، فده بيساهم ان احنا نشيل الكاهل المادي او العبء اللي موجود على المرضى بتوعنا. وانا بدوري كاستشاري علمي ببقى سعيد جدا ان انا موجود مع المرضى ولو لفترات طويله، لان ده برضو بيحسسنا بقيمه وبيحسسنا قد ايه احنا ماشيين في اتجاهات السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، وازاي احنا قادرين ننفذ مخطط الحكومه بتاعنا من خلال السيد رئيس الوزراء وسياده وزيره الصحه. وان شاء الله انا متفائل جدا ان التجربه دي تعمم على الجمهوريه كلها، وبكده نبقى احنا كجيش ابيض قادرين ان احنا نقدم خدمه مميزه لمجتمعنا على مستوى الجمهوريه، ونبقى مثل لدكاتره كتير باذن الله. بإذن الله رب العالمين. أنا من اللي شفته هنا النهاردة والله دايما أدعي لكم دائما وأبدا أن ربنا يسدد خطاكم ويلهمكم الصبر ويثبت أقدامكم أن أنتم تكملوا المسيرة دي فعلا. وفعلا أنا كمواطن مش كإعلامي، أنا كمواطن أتمنى أن التجربة دي تتعمم في جميع محافظات مصر، وربنا دايما يكرمنا بناس تستحق الدعاء زيكم بالضبط. هو احنا رسمنا رضا العيانين عننا ودعائهم لينا، المقابل المادي ده اخر حاجه ممكن افكر فيها،
وكده كده احنا ربنا سبحانه وتعالى بيعوضنا بدعوه حد غلبان او حاجه وبيبارك في رزقنا. انا سعيد اني موجود مع حضرتك النهارده يا دكتور، وده حاجه افتخر بيها لنفسي ان قعدت مع اشخاص النهارده، شفت الملائكه البيضاء النهارده في هذا الصرح، وادعو الله لكم النجاح والسداد والتوفيق. انا سعيد بوجودي مع حضرتك النهارده دكتور. باذن الله. وانا عايز اقول للعيان ما تقلقش من حاجه، احنا هنا في خدمتك مهما كنت في حاله اقتصاديه صعبه او مهما كنت في حاله صحيه صعبه، انا والطاقم كله في كل التخصصات في خدمتك، ويا رب بس ربنا يقبل مننا اللي احنا بنعمله. اللهم امين. ربنا يبارك لكم ويرضى عنكم يا دكتور. الله يخليك، متشكر جدا وفرصه سعيده وكل عام وانتم طيبين.